في خطوة مفاجئة، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية تثبيت أسعار بيع المحروقات لشهر كانون الأول من العام الحالي، وبررت قرارها للتخفيف على الشرائح الأقل دخلاً وتماشياً مع الأوضاع الاقتصادية السائدة. وبحسب ما أعلنت لجنة التسعير، فإن معدل أسعار نفط برنت بلغ للشهر الحالي 81 دولارا و90 سنتا للبرميل، بانخفاض 2.2% عن شهر تشرين الأول، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعا الشهر الماضي عن شهر أيلول. وبموجب التسعيرة الجديدة التي يبدأ العمل بها بعد منتصف هذه الليلة، تم تثبيت سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر كانون الأول عند 835 فلسا للتر. ويبلغ سعر لتر البنزين 95 للشهر الأخير من العام الحالي عند 1070 فلسا للتر. أما سعر لتر السولار فأبقته الحكومة عند 615 فلسا للتر. كما أعلنت لجنة التسعير أن سعر لتر الكاز لشهر كانون الأول يبلغ 615 فلسا للتر حتى انتهاء فصل الشتاء. وتضمن القرار الاستمرار في الإبقاء على سعر اسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة الواحدة. وقررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الأول المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين الثاني الحالي. فيما اعتبر الخبير النفطي هاشم عقل أن قرار الحكومة يعتبر مبررا بعدما تحملت الشهر الماضي جزءا من الارتفاع الذي طرأ على أسعار النفط بشكل ملحوظ. لدينا إشكالية أن يوجد في الأردن تسعيرة محلية لا تتطابق مع التسعيرة العالمية. التسعيرة العالمية كان مفروض أن يكون في عندنا زيادات على هذا أسعار المشتقات النفطية في بداية شهر نوفمبر بين 60 ل 130 فلس. كان مرهق للمواطن، وبالتالي كان هناك إجماع من لجنة التسعير أن لا نلجأ إلى هذا القرار. الآن اصطدمنا في مشكلة تسعيرة الشهر القادم. الشهر القادم والأسعار ولجنة التسعير تبني قرارها بناء على أسعار المشتقات النفطية العالمية، ويوجد لدينا أسعار مشتقات نفطية حسب تسعيرة أردنية منخفضة. هناك فارق بين التسعيرة العالمية والتسعيرة المنخفضة. إذا لجأت الحكومة إلى التسعيرة العالمية فتضطر إلى زيادة هذا الفارق الذي خفض في بداية الشهر الأول، لكن ارتأت الحكومة مرة أخرى أن تجمد هذه الزيادات، وكان في انخفاض بسيط جدا بالمناسبة، أقل من 0.5%، وبالتالي لا يؤثر، فرأت أن تثبت أسعار المشتقات النفطية، وهو أعتقد أنه قرار صائب. أعلن الأردن ومصر تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه والقاضي برفع قدرة خط الربط الكهربائي بين البلدين من 500 إلى 1000 ميجا واط في نهاية العام 2024، وذلك خلال مؤتمر صحفي لمدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواجدي ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للنقل الكهرباء المهندسة صباح مشالي. هذا المشروع لرفع القدرة الخط إلى 1000 ميجا، اليوم احنا في اجتماعاتنا خلال اليومين اتفقنا على برنامج اولي انه ان شاء الله يكون في الخدمه مع نهايه عام 24، استكمال دراسات المتعلقه في تمويل المشروع وتكلفته ستتم خلال الشهر القادم مع نهايه الشهر القادم. عندنا كفايتنا من توليد الطاقه الكهربائيه، ولا يتم الاعتماد على خط الربط أو على الجانب المصري في تزويد الأردن بالطاقة الكهربائية، لكن الغاية من خطوط الربط هي تعزيز المنظومة من بعد فني، وتؤدي إلى استقرارية أكثر للمنظومة الكهربائية من ناحية، وتؤدي كذلك إلى تبادل الطاقة الكهربائية وفق اقتصاديات معينة. بيمتد عمر المشروع الحالي لأكثر من 20 سنة دون أي خلل الحمد لله، وبنطمع ان شاء الله زي ما قال المهندس امجد ان احنا بنتطلع طبقا للي تم الاتفاق عليه خلال
اجتماعات السادة الوزراء ان نرفع ساعة خط الربط المصري الأردني بهدف تلبية احتياجات الأشقاء سواء في الجانب اللبناني او العراقي مستقبلا. كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي بدأ عمليات الحفر للتنقيب عن النفط في مناطق الجفر والسرحان، وستبدأ في شهر شباط من العام المقبل، وأن العمل جار على جمع البيانات الخاصة بمناطق استكشاف النفط في الأردن للتعاقد مع شركة متخصصة لمعالجة وتحليل هذه البيانات لكل منطقة من المناطق الاستكشافية، مؤكدا أن الوزارة لن تتعامل مع أي شركة ما لم يكن لديها الخبرات الكافية. للحديث عن أهمية هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتذبذب أسعار النفط الكبيرة بموجب تداعيات جائحة كورونا وظهور متحورات جديدة، ينضم إلينا عبر تقنية زوم الخبير النفطي المهندس مبارك الطهراوي. سيد مبارك أهلا بك. أسعار النفط العالمية تشهد تذبذبا كبيرا خاصة مع انتشار متحور إميكرون، ودول أعلنت السحب من احتياطاتها الاستراتيجية، والأردن من الدول المستوردة للنفط في ظل هذا الواقع، كيف تقرأ قرار وزارة الطاقة إعادة التنقيب عن النفط؟ سيدي أول شيء مساء الخير لك ولمشاهدينك ولقناة رؤيا. نحن نقرأه بالجانب الإيجابي بالتأكيد. نحن طلبنا قبل أقل من شهر للقاء معالي وزير الطاقة، والتقيت به أنا ومجموعة من زملائي خبراء النفط في الأردن ومن جيولوجيين وجيوفيزيائيين، وتحدث معنا حول هذا الموضوع، وإحنا من قلنا له أنه إذا أردت أن تبحث عن النفط والغاز في الأردن فتوجه إلى منطقة السرحان، لأن منطقة السرحان والجفر منطقة مؤملة وكل الشواهد تؤكد أنه إن شاء الله يكون فيها الخير للأردن. فهذا التوجه إيجابي نحن نشجعه، لكننا حذرنا معالي الوزير في هذاك الاجتماع ونحذر اليوم من التسرع في هذا القرار. فأنا لا أعتقد جازما أن شباط سيكون الأردن جاهزا للذهاب إلى الجفر والحفر هناك، لأنه إذا لم تحدد مواقع الآبار بدقة بعد دراسة متأنية للمساحات الزلزالية وبعد دراسة من الجيولوجيين والجيوفيزيائيين فإننا سنساهم في قتل منطقة السرحان. يعني أعتقد أنه يلزم وقت أطول، وخصوصا أنه ما في قسم خاص بالدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية متوفر في وزارة الطاقة ولا متوفر في شركة البترول الوطني. طيب. سيد مبارك، يعني السؤال المتداول دائما، هل يوجد نفط في الأردن بكميات تجارية تساهم في تلبية احتياجاته النفطية؟ يا سيدي بالتأكيد أن هناك إمكانيات نفطية وغازية في الأردن بالتأكيد، هذا لا نقاش عليه، لا نتحدث عن كميات، وأي إنسان يقول لك أنه بعرف كميات أو حاجة من النوع بيبقى هذا جزء من الوهم. تعرف الكميات عندما تحفر الآبار، لكن الإمكانيات هائلة، الإمكانيات موجودة. منطقة السرحان منطقة مؤملة جدا جدا، مش بس في النفط التقليدي والغاز التقليدي، بل النفط والغاز التقليدي وغير التقليدي، وهذا مدعم بدراسات عالمية ودراسات جيولوجية وبالأبحاث التي جرت لغاية اليوم. نعم. إذن التوجه إلى ذلك، إلى تلك المنطقة. سيد مبارك آسف لضيق الوقت، يعني ما هو المطلوب للنجاح في هذا المجال؟ المطلوب للنجاح في هذا المجال أخي أن نشتغله بشكل صح. يعني أنا كنت سمعت أنه في شركة أمريكية مع تحالف قوي جدا قادم للأردن للترقيب في هذه المنطقة، بجوز يكونوا هم أقدر منا الآن إذا كان في اتفاقية جيدة لمنح منطقة امتياز لهم والتنقيب في هذه المنطقة. أما أن نذهب نحن، فقبل أن نذهب يجب أن نحضر درسنا جيدا الذهاب إلى هناك، وهذا ما قلناه لمعالي الوزير في اجتماعنا معه في مكتبه، الذهاب إلى هناك بدون دراسات معمقة هو جزء من مغامرة لا نعرف عقباها. يعني أنت تذهب لتغامر تقول شهر شباط، الشغلة مش مراكضة، الشغلة بدها دراسة، بدها أبحاث، مين الطاقم اللي بده يدرسها، مين اللي بده حدد مواقع الآبار يا أخي. نعم سيد هناك مبارك. في مساحات إذن نعم. إذن الدراسات المعمقة الدراسات المعمقة يعني قبل البدء بالتنقيب كما تفضلت حضرتك. خبير الطاقة المهندس مبارك الطهراوي كنت معنا عبر تقنية زوم، شكرا جزيلا لك.
أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بتقديم 164 مليون يورو للأردن كمساعدات مالية للعام الحالي وحشد استثمارات بقيمة 2.5 مليار يورو للأعوام السبعة المقبلة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر أشريدة والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، حيث اتفقا على إنشاء منصة استثمار جديدة لتحديد مشاريع ذات أولوية. تم التوافق على أولويات الشراكة للمرحلة القادمة، وتم التوافق على آليات الدعم اللي من خلالها راح تحصل المملكة على مساعدات مميزة خلال الخمس أعوام القادمة. Only this year we will already deliver 164 million euros in grants. This is only grants. The 2.5 billion euros is comprised of blending, guarantee financing, private public partnership investments. Every tool that we have at our hands will be mobilized to be a booster of the economy in Jordan.